الموسيقية مقام الخدمات. يعني أتمنى الصوت يكون واضح لكم. لا والله خرب. فعود فيها شوية. فعلا استاذ. يعني كل مسافة. من جو. هسا واضح؟ بعد. أي بعد شوية ما تبغى؟ هذا كله. هسه واضح؟ الحمد لله. طبعا تعرفون كل بلد يمتاز بتراثه ويفتخر بتراثه، والعراق معروف بالتراث العراقي الموسيقي المتمثل بالمقام العراقي، والموسيقى العراقية ترتكز على ثلاثة مرتكزات أساسية وهو الغناء الريفي والغناء البادية والمقام العراقي. اليوم حقيقة أتحدث ليس فقط عن المقام العراقي، إنما الفرقة التي ترافق قارئ المقام العراقي. نبذة مختصرة عن تاريخ المقام. المقام ظهر لنا في الخلافة العباسية عندما كانت بغداد هي منبر الثقافة ومنبر العلم، وما زالت لكن الظروف يعني. المقام العراقي هو ليس يعني نقول مثلا نموذج عن مقام الحجاز مثلا. في الوطن العربي عندنا مقام الحجاز هو عبارة عن أبعاد يعني أبعاد موسيقية تغنى يعني مثلا في كل الوطن العربي، لكن في بغداد تختلف. مثلا عندما نقول مقام الحجاز هناك عدة يعني عدة سلالم يعني تظهر عند مقام الحجاز. مثلا عندنا حجاز المدمي، حجاز الهمايون، حجاز الديوان، يعني مقام مغنات وليس عبارة عن أبعاد موسيقية.
وطبعا ايضا هناك خمسه اركان اساسيه. يعني تعرفون يعني المحاضره هي على الجالغي البغدادي وليس على المقام العراقي، وان شاء الله المحاضره القادمه راح نكون محاضره خاصه فقط للمقام العراقي، بس على شكل مختصر يعني احب اوضح لكم. المقام العراقي يرتكز على خمس مرتكزات اساسيه، هو بداية المقام والتحرير يسموه بداية المقام، ثم المرحلة الثانية هي القطع والأوصال. القطع والأوصال الانتقالات النغمية من نغم إلى نغم. بعد ذلك يجي حركة الجلسة، حركة الجلسة يعني يجي إلى استقرار تونيك المقام. بعد ذلك هناك صيحات يسموها الميانات، الركن الرابع الميانات أي جوابات هذا المقام. بعد ذلك يجي التسليم. بعد ما ينتهي هذه الأركان الخمسة الأساسية اللي يجب يعني قارئ المقام أن يلتزم بهذه الأصول الخمس مرتكزات، يجي بعدها قلنا التسليم يسلم القارئ المقام. هنا يجي دور فرقة الجالغي البغدادي اللي هو يعني محاضرتنا لهذا اليوم، فرقة الجالغي البغدادي. فرقة الجالغي البغدادي العراقي يتكون من خمس عازفين، هما الصنطور، آلة الصنطور، وآلة الجوزة، وآلة الطبلة، والرق، والنقارة. آلة النقارة أكيد يعني ما أعرف تعرفوها لو لا، عبارة عن مثل إحنا نسميه طاسات اثنين ومغطاة في جلد البعير، فيعزف عليها على يعني مضارب اثنين من مضارب الخشب، يعني يسموها النقارة. أنا يعني أتمنيت لو أكو شاشة وجايب اللابتوب أعطيكم إن شاء الله محاضرة قادمة أعطيكم النماذج وكله يعني، بس هاي يعني أشكر الأستاذ رفعت المندوي اتصل بي البارحة وقال يعني ضروري إذا ولو تجي شارك ولو عندك 20 دقيقة يعني، فإحنا إن شاء الله من المحاضرات القادمة راح يكون يعني أقل شيء ساعتين نشرح عن هذا التراث. الجالغي البغدادي مثل ما قلنا هو بعد ما يعني قارئ المقام اللي يبدي اداء هاي الاركان الخمسه، هنا قارئ المقام ياخذ بعض من الراحه، وهنا الجالغي البغدادي هي له الدور اللي تغني البستات العراقيه. يعني مثل يعني حضرت لكم نموذجين من الغناء الجالغي البغدادي، ومن ضمنها مثلا على شواطئ دجله مور ودجله شصب النيل، هاي تكون غناء جماعي. وعلى يعني فرقة الجالغي البغدادي لازم يدركون دراكة خاصة في مرافقة القارئ المقام العراقي، يعني مو أي موسيقي يجي يعزف وراء قارئ المقام. يعني احنا عندنا كثير موسيقيين في العراق ومن ناحية التكنيك ومن ناحية المهارات الفردية، لكن عندما يأتي يعني في أصول المقام العراقي هذا يعني له دراسة خاصة. يعني مثل ما قلنا مثلا من يدخل في مثلا مقام الهمايون مثلا بالتقاسيم مثلا امون 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 باوي جون جون ديناداي باوي. هنا الفرقة الموسيقي اللي يعزف بالجالغي البغدادي لازم يهيئ اكو قطعة بعد هذا التحرير بالمقام الهمايون، يجي قطعة الحجاز ديوان مثلا، لازم هذا هنا شنو الموسيقي لازم يكون دارس هذا الأصول الخمسة اللي تحدثنا عنها، يطي إيعاز للمطرب مثلا لا 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 لا، هذا قطعة الحجاز ديوان اللي داخل في ضمن مقام الهمايون. فهذا ان شاء الله مثل ما قلت لكم يجي الوقت الكافي انا بدي اشرح لكم اياه بالصوره والصوت، هذا راح يكون يعني اقدر اوصل لكم هاي الفكره عن الجالغي وعن المقام. وبالاضافه عندنا من ابرز الاسماء الموسيقيه في الجالغي البغدادي عازفين الصنطور الاستاذ سعد عبد اللطيف، الاستاذ وسام ايوب، وكذلك الاستاذ يوسف، وبالإضافة العازفين آلة الجوز اللي برزوا في ضمن الجالغي البغدادي الفنان الله يرحمه الأستاذ شعوب إبراهيم، والأستاذ محمد قمر، والأستاذ بار هاشم رجب على آلة الصنطور أيضا من خبراء المقام العراقي هذا. فإن شاء الله يعني وصلت ولو فكرة بسيطة عن هذا الشيء لكم، وأوعدكم إن شاء الله المحاضرات القادمة راح يكون على شكل أوسع، وتعرفون يعني يضيق الوقت، فراح أغني لكم أغنيتين اختاريتها لكم على مود شوي نغير جو،
فهي الأغنية جماعية، اللي حافظها يغنيها ويانا، أكيد العراقيين حافظيها يعني. على شواطئ دجلة مو على شواطئ دجلة مو يا منيتي وقت الفجر وقت الفجر. يلا الحافظة يغني ويانا. على شواطئ دجلة مو على شواطئ دجلة مو يا منيتي وقت الفجر وقت الفجر. شجرنا محلى فجرنا لمن يطل لمن يطل على شواطئ دجلة مور على شواطئ دجلة مور يا منيتي وقت الفجر وقت الفجر.